السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الريفيو النهاردة يا جماعة هيبقى ريفيو سريع على تلاجة ريسون 18 قدم، ولكن هنقول فيها معلومات مهمة جدا جدا. أهم حاجة لو الفيديو عجبكم بإذن الله ما تنسوناش يا جماعة الإعجاب بالفيديو والإشتراك في القناة عشان أعمل لكم فيديوهات كتيرة بإذن الله تفيد الجميع بإذن الله. سريعا كده إن شاء الله هنخش على تلاجة ريسون الستانلس. التلاجة دي من التلاجات اللي هي العالية جدا جدا جدا، ارتفاعها كمان حتى عالي 190 سنتي، والتلاجة الوحيدة اللي هتلاقيها عالية جدا هي والإندس. دي 385 لتر، طبعا 14 قدم موفرة معانا في استهلاك الكهرباء، من الخامات اللي هي العالية جدا. طبعا التلاجة هنا يا جماعة تلاجة أرستون حاليا دي تقفيل تركي، ولكن خاماتها كويسة جدا جدا والتقفيل بتاعها ممتاز. الفريزر عندنا زي ما احنا شايفين هنا بيبقى فيه رفين، طبعا احنا نقدر نحط فيه أي مجمدات. داخل الفريزر بيبقى عندك درج الفريز زون، بيبقى عندك فيه رف، بيبقى عندك فيه درج التلج. الكلام ده كله نقدر ان احنا نشيله، نقدر ان احنا نشيله ونستغل المساحه دي، نقدر ان احنا نشيله. طبعا في مساحه تبريد داخليه يا جماعه طبعا، ولكن هنا مفيش اضاءه في الفريزر. طبعا هنتكلم دلوقتي بالنسبه للكابينه اللي تحت. الكابينه اللي تحت طبعا اول حاجه الباب بيبقى فيه 4 رف داخل الثلاجه، طبعا بيبقى الجوان بتاعها هنا مضاد للبكتيريا، نقدر ان احنا نفكه بسهوله ونركبه تاني. الخامات بتاعتها من الخامات اللي هي عاليه جدا، الرف هنا مش سهل الكسر، الرف من الخامات اللي هي الكويسه. طبعا داخل التلاجة بيبقى بيديني 3 رف، ودرج الفروز زون ده بيبقى زيرو، نقدر ان احنا نحط فيه درجة حرارة زيرو، اي حاجة نازلة من الفريزر نقدر ان احنا نحطها فيه تفك كلها بكل سهولة. طبعا في اضاءة داخلية، في تهوية للتلاجة، عندنا طبعا دي ستورة هواء. عندك داخل التلاجة بيبقى فيه تبريد، عندك طبعا داخليا اضاءة عالية جدا، عندك الارفف بتاعته هنا بتشيل لحد 70 كيلو. درج الخضار يا جماعه هنا، درج الخضار من الدرج اللي هو العالي جدا ومديني مساحه عاليه جدا تحت. درج الخضار طبعا بيدينا درج الخضار ودرج الفاكهه، نقدر ان احنا نحط الحاجه بتاعتنا زي ما احنا عايزين بارتاحيه عشان ما فيش حاجه تغلط من حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين الخامه بتاعتها من الخامات اللي هي العاليه جدا. هنتكلم طبعا على سعرها، دي سعرها حاليا في السوق عامله 8200، دي اللي هي 18 قدم، وفي الاصغر منها تبقى عامله 7600. معانا هنا ان هي ضمان تلاجه، طبعا ضمان 5 سنين بس. تاني عيب ان هي مفيهاش بلازما، وفي بعض العملاء بتحب البلازما وفي بعض التاني لا. اتمنى الفيديو يا جماعه ان شاء الله يعجبكم. اهم حاجه ما تنسناش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه ان شاء الله عشان يصلك كل جديد. ما تنساش تفعل الجرس ان شاء الله عشان تشوف فيديوهاتنا الجايه. شكرا.